عن الأداء الفني خلال اليوم. وتاني اللي تابع هيعرف إنه الزمالك كان في حالة من العشوائية، وتقعد تسأل إزاي هو نفس الفريق اللي عمل ماتش جامد قدام الترجي بيعمل الماتش ده قدام إنبي. أنا معايا على التليفون نجم نادي الزمالك ونجم مصر كابتن طارق السادة. كابتن طارق، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل. يا ابو خليل، مساء الفل يا حبيبي. أخبارك إيه؟ والله زي الفل، الحمد لله رب طيب، العالمين. خليني أسألك من وجهة نظرك أسباب الخسارة بتاعت النهاردة وأسباب ظهور نادي الزمالك بهذا الشكل الباهت يعني. طب لو ربطنا الامور ببعضها ابو خليل، هنبص كده ماتش الترجي كان ايه المختلف عن الماتش ده؟ حاجه واحده بس، الروح القتاليه العاليه بتاع اللعيبه. النهارده لا روح ولا قلب ولا تركيز، وكل واحد بيلعب اللي على مزاجه، وكل واحد عشوائية غريبة فعلا زي ما انت بتقول. يعني الموضوع بصراحة مغزي جدا. نادي الزمالك بقى بيمشي على سطر ويسيب سطر، والناس بتزعل لما بنطلع ننتقد وبنتكلم، بيزعلوا في جوه النادي، بيقولوا لا، واولاد النادي اللي بيقولوا كلام، مع اني يا جماعة احنا الفرقة لما بتكسب بنحطها في السما، يعني يا كابتن بنطلعها في طارق، السما. اصل دي كوره يا جماعه، يعني انا نفسي امشي والله العظيم ثلاثه، امشي بميكروفون كبير وامشي في الشارع اقول لهم يا جماعه الكوره وفقا للمتغيرات، تلعب وحش هيتقال انك لعبت وحش، تلعب كويس هيتقال لك مبروك وانت لعبت كويس وكذا كذا كذا. ما دي كوره يا جماعه، يعني ما لا، دي مش متغيرات كده. في ناس مش عايزه تنتقد، في ناس عايزه بس الناس تمجد وتحمد باسمها بس، للاسف في المجال. يعني هل يا ابراهيم دلوقتي، انا اسال سؤال بسيط جدا ونفسي حد يجاوبني، هل حال الكره المصريه دلوقتي يرضي حد على كل والله ما المستويات؟ يرضي، والله ما يرضي. انا بقول لك يا كابتن طارق، ما اعرفش انت شفت البرنامج من اوله ولا لا، انا النهارده بجيب الاخطاء الدفاعيه اللي حصل. انا يعني الربط الزمني هو السبب، يعني انا دايما ما بحبش اعمل كده، بس الربط الزمني هو اللي خلاني اروح للجون اللي دخل امبارح في الاهلي، الهدف الخامس، والاهداف اللي النهارده بتخش في الزمالك. مش معقوله كميه الاخطاء الدفاعيه الساذجه اللي بتحصل، وفي الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على اعلى ليفل في مصر، اهلي وزمالك. فبرضه الواحد هو ده برضه ما بقاش عارف والله هو هي القصة فين. واربط ده بالمنتخبات كمان. يعني الموضوع مش خاص بالاهلي والزمالك بس، ما هو لما الاهلي والزمالك يبقوا وحشين اكيد المنتخبات كمان بتبقى وحشه. صحيح. تعال ابراهيم بقى لنقطه مهمه جدا. هل احنا من الانديه المصريه اللي بتجيب اللعيبه الافارقه والاجانب زي نص فرقه سان داونز اللي هم بيجيبوا اللعيبه ب 200 الف لا 100 الف دولار لا 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 مش لا، بمليون ونص؟ الفرق المصرية اهلي وزمالك ما بيجيبوش الكواليتي ده من الاخر يعني. لا، مش الاهلي والزمالك بس على فكره، ثلاث ارباع الانديه ده المصريه. حقيقي، ده حقيقي. الموضوع بيتحكم في الكوره دلوقتي، او بيتحكم في اللعيبه. موضوع انا مش عايز اخبط في الناس اللي هي وكلاء، بس الادارات بترضخ لوكيل بيعرض حاجات غريبه جدا جدا، وبوافق عليها انا كاداره وبارقام كبيره جدا. اللي بيه وصل حال الكره المصريه كده يا جماعه. بقى تبصوا على الناس بره بتجيب اللعيبه ازاي، صحيح. بتتفرج على اللعيبه ازاي يا جماعه مش كده. الموضوع بقى صعب جدا. نادي الزمالك النهارده حاله بقى يعني طب انا بس مش عايز اسالك سؤال برضو، ما في نقطه لوغاريتم بالنسبه لي هيجنني، مستحيل يكون ده فيريرا اللي كان السنه اللي فاتت عامل كل حاجه في الفرقه، مستحيل السنه دي، مش ممكن، ما فيش، ما هواش راسي على طريقه لعب. احنا ليه اشدنا بفريرا الماتش اللي فات؟ هو على فكره النهارده بيلعب بنفس طريقه اللعب اللي ماشي على اللي لعب عليها ماتش الترجي. ايوه. الشوط الثاني شقلب الدنيا تاني، ودى زيزو ناحيه الشمال ولعب بالحج، مش عارف كان بيلعب 8 وقلب ل 2 8 بدل 6 و10. يعني الموضوع ابراهيم حتى فنيا بالنسبه لمستر فيريرا بقى عنده لخبطه عنده كبيره لخبطه. جدا ايوه جدا ايوه جدا جدا. دماغه بقى فيها كشاكيل كتير. ايوه، فدي عامله لك مشكله كبيره جدا فنيه للعيبه. انا دلوقتي كراجل هاف رايت، انا باك ليفت، ينفع تلعبني هاف رايت؟ ينفع تلعبني باك رايت؟ انت عمال تشقلب في اللعيبه ليه تاني؟ ما احنا ما صدقنا واتكلمنا عليك كويس جدا، وقلنا ان انت لما لعبت زيزو هاف رايت طول الجيم ومصطفى شلبي طول الجيم هاف ليفت، الشكل كان كويس جدا. حتى لما نزلت حد مكان دول او مكان مصطفى شلبي، نزلت حد في مكانه، ما شقلبتش الدنيا. النهارده انت التغييره الاولانيه بتاعت فيريرا ان انت بتسحب دونجا وبتلعب بالحاج، بدل ما كنت بتلعب 2 6 و1 10، لا، قلبت طريقه اللعب ل 4 3 3 صريح، وبقى لعبت ب 8. طب هل سيف جعفر بيعرف يلعب 8؟ لا، سيف جعفر بيلعب
10 وانت بدات بيه الماتش اللي فات 10، وفي الحته الدفاعيه بيرجع يدافع صحيح. جنب الاثنين السته اللي عندك اللي هم دونجا واشرف دوقة. النهارده انت لعبته شوط كامل شوط كامل، عشان كده سيف جعفر اختفى. زيزو النهارده وديته ناحيه الليفت، ولعبت جنبه بالحج وفتوح، بقوا ثلاثه في جبهه واحده صحيح، بتقول ان الجبهه الثانيه. فانت في وقت من الاوقات انت تهت في الملعب، يعني انت الله ينور عليك. انا نفسي وصلت لمرحله يا ابو خليل انا مش عارف الزمالك بيلعب ازاي. ده حقيقي والله بجد، يعني انا حابب يعني تكتيكيا اعرف اتعلم حاجه من الراجل، لان الراجل بيعمل حاجه في الفرقه عشان خاطر انا حتى وانا شغال في شغلي احاول اطبقه. انا ما فهمتش، انا مش عارف هو بيعمل ايه، ايه التغييرات، ايه الغرض منها. انت بتغير عشان تحسن، طيب انت سيد نيمار النهارده نزل الشوط الثاني الى حد ما كان كويس، طب انت بتلعبش بيه ليه؟ مع ان السنه اللي فاتت انت واخد بيه دوري وكان مكسر لك الدنيا وعامل لك جبهه هو وزيزو قويه جدا هجوميه. كنت تلعب السنه اللي فاتت 3 4 3 ومدي حريه للباكين ان هم بيطيروا وبيهاجموا. انت النهارده لما تيجي تبص لفرقه الزمالك ابراهيم النهارده المساحه اللي بيجري فيها اللعيبه بتتعدي، او الفرق او الجاب بين الديفنس والفراوده، الجاب بينهم وبين بعضهم بيعدي 60 70 متر، اللعيبه بتجري. وده اللي هيجنني، ماتش تعمله قريب، خطوطك قريبه من بعض ونقول برافو هو ده المطلوب، وضيق المساحات علشان خاطر تعرف تلعب كويس ويلعب بدفاع متقدم فانت امورك تبقى كويسه، وماتش تاني تفتح المساحات جدا 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 فاللعيب اللي بيروح ما بيعرفش يرجع تاني. يعني الله ينور، المسافات عليك. اصلا بين الخطوط كل سنه وانت طيب، يعني تلاقي الملعب مفروض بطوله. انا ما بشوفش الكلام ده يا جماعه برضو بره. مفيش فرقه في العالم كبيره تلعب في جبات بينها وبين بعضها 60 متر 60 متر هيبقى في مساحات، خاصه كمان ان انت عندك الفيرود بتاع الفرقه الثانيه عنده سرعات غير طبيعيه. انت اتفرج النهارده الشوط الثاني، رفيق كابو لعيب سريع بياخد خط الديفنس بتاع الزمالك بسرعات ويوصل انفرادات سهله جدا. ليه؟ عشان الجبهات بين الناس وبعضها كبيره جدا يا ابراهيم. صح. ما انت عامل ده في ماتش التراكي واتأدى بشكل كويس جدا. صح. اللعيبه النهارده برده مش بس فريرا، اللعيبه النهارده كل واحد بيمسك الكوره عمال مره والثانيه والثالثه. ما كانش نفس طريقه اللعب السهل باللمسه واحده ولمسه ولعبه في ماتش التراكي اللي وصلك للجون بسهوله، كل واحد عايز يلعب لنفسه بس. طب انتوا عايزين ايه؟ الجمهور بدا يزهق يا ابراهيم. لا الجمهور لا لا بدأ. جمهور والله كان الله في عونه، والله جمهور الزمالك ده والله كان الله في عونه والله. بجد الجمهور بدا، والناس بتزعل. المشكله يا ابراهيم مش كده كمان، الناس لما بنطلع ننتقد ونتكلم الناس بتزعل. طب بتزعلوا ليه يا جماعه؟ ما احنا لما بتكسبوا بنرفعكم السما وبنقول لكم ان انتوا احسن ناس في الدنيا وان انتوا عملتوا وان انتوا عملتوا. هل دي الصفقات اللي بتيجي، مش هقول الزمالك بس، الزمالك والاهلي، هل الصفقات دي تليق ان هي تيجي الزمالك والاهلي؟ طب يا جماعه انتوا جربتوا الناس اللي انتوا بتتكلموا معاهم وبيجيبوا لكم اللعيبه دي، طب ما تجربوا حد غيرهم، يمكن نجيب لعيبه كويسه. يمكن يا جماعه مش بالارقام. طب خليني اسالك برضو في جزئيه مهمه، هل كده الزمالك بيبتعد حتى كمان عن المركز الثاني اللي بيضمن له التواجد في دوري ابطال افريقيا؟ لسه فاضل عدد ماتشات كبير قوي يا ابراهيم، بس بالحاله اللي هم فيها دي هيوصلوا ازاي؟ انت النهارده راجع نفسيتك، حالتك المعنويه او نفسيتك النهارده في منتهى الـ يعني في اعلى درجاتها ماشي بعد الفوز على الترجي. ترجع تعمل الاداء اللي انت عملته النهارده في ماتش انبي، بتعمل خيبه امل لجمهورك ونفسك. انت رايح ماتش صعب جدا، لما تروح النهارده ماتش بروجداد وانت كسبان غير لما تروح كسبان خسران 2-0 ابراهيم في ماتش. انا شايف ان انت لو ركزت فيه ايه الفرق النهارده؟ عارف الكابتن تامر مصطفى عمل ايه النهارده؟ ضيق المساحات بين اللعيبه وبعضها، قفل المساحه على لعيبه الزمالك، ما ادهمش مساحات كبيره يتحركوا فيها، بناء عليه عمل جيم محترم، قدر يلعب على امكانياته، عنده لعيب سريع قدام بيعمل له التحولات الهجوميه بشكل كويس جدا اللي بيكسب. ما انت يا فريرا بتنجح في دي، ليه غيرت؟ غريب جدا، لان وهو كمان كان ماشي الموسم اللي فات بشكل مميز، ودي كنت ناجح فيها جدا السنه اللي فاتت وخدت بيها دوري، والموسم اللي قبليه وخدت بيها دوري. طب انت ليه غيرت؟ صحيح. انت بتغير يعني هل انت شايف ان حاله اللعيبه البدنيه بالمجهود اللي بتعمله بقى لها فتره كبيره جدا يستحمل ان انت تعمل الجاب ال 70 متر ده ويقعدوا يجروا فيها وفي الاخر ما انت ضربت جونين؟ يعني اخر 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 سؤال، توقعاتك ايه الماتش بلوزداد؟ هل الحاله المفروض ان هي او الحاله هتتحسن في ماتش بلوزداد ولا لا، زي ما الجماهير كانت بتهتف لهم النهارده بتقول لهم ان دي الفرصه الاخيره؟ هرد عليك يا ابراهيم في الحته دي، انا شايف ان فيريرا مركز اكتر في افريقيا عن الدوري. دي غريبه جدا. الفرق الكبيره
بتلعب في 3 4 بطولات وبتركز فيهم وبتموت نفسها فيهم، ما عندكش مشكله ان انت لازم تركز في البطولتين اللي انت بتلعبهم، لان انت اوريدي خسرت كاس مصر وخرجت وعندك سوبر جاي ومش ناقص لك غير بطوله افريقيا، وان انت تنافس تخش. وكان في ايده على فكره ان هو يخش منافسه في ماتش بلوزداد لعيبه الزمالك، اعتقد ان فيريرا هيركز فيه بشكل كبير جدا، واتمنى كده يعني اتمنى، واللعيبه كمان تركز فيه بشكل كبير جدا، اللي بيه هم قادرين لان هم لعبوا قدام الترجي وعملوا ماتش كويس. صحيح، انتوا قادرين، طب ما بتعملوش ده كل ماتش ليه؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعملوا. كابتن طارق بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وما فيها من